مثل ما بفقرتنا التالية أكيد رح نحكي عن صون حق المبدعين بنتاجاتهم أكيد وحمايتها يلي بيعد شرط أساسي لاستمرارهم في الإبداع. هذا ما يعمل عليها القائمون على حماية الملكية الفكرية في سوريا وخاصة بعد الانضمام لاتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويدو، بما يحمي حقوق المؤلف من الانتحال أو التزوير أو حتى إصدار منتجه دون موافقته. أكيد لنحكي أكثر عن هالموضوع بصيرنا نرحب بالمحامي أحمد دعبول. بنقول لك يسعد صباحك أستاذ. صباحكم بالخير يا رب. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. يعني بالبداية خلينا نحكي عن القانون، وهو قانون حماية حق المؤلف الصادر بعام 2013 اللي صان مثل ما بنقول حقوق الإبداع لكل مؤلف، نحكي أكثر عنه. صحيح، لأن احنا بسوريا في عدة تشريعات صدرت بخصوص هذا، بدأت بالعام 2001 اللي هو القانون حماية حقوق ما يخص الطباعة والنشر والمؤلفات، لكن القانون اللي نظم العملية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له هو القانون رقم 62 لعام 2013، واللي نفذ بعد 6 أشهر من تاريخه اللي هو صار يعني نافذ بعام 2014 بالشهر الثالث. القانون هذا حدد وحاول يجمع بأولوية كبيرة حماية المبتكر، المبتكر لإبداعاته الخاصة سواء كانت إبداعات فنية أدبية فلكلورية أيا كان، بنصوص قانونية شرعنا حماها بالطريقة الواجبة قانونا، ووضع مؤيدات جزائية اللي هي عقوبات في حال انتهاك الشيء هذا للمؤلف، سواء كان كتاب سواء كان منحوتة سواء كان رسمي سواء كان مخطط، حاول يقننها بأسلوب يحافظ عليها من السرقة، من التشويه، من التزوير، من التغيير. ونحن بنلاقي يعني بالنسبة لحقوق المؤلف يعني هي مثل أي شيء بالقانون، يعني مثل 2000 طبق على العقار على سبيل المثال، ممكن يتعرض للغصب، ممكن يتعرض للسرقة، ممكن يتعرض لأي عملية غير قانونية. القانون شرعا هالشيء هذا بالنسبة أو حماه بالنسبة لحقوق المؤلف. نعم، إذا بدنا نحكي عن المؤلف مثل ما له حقوق كمان كان عليه مسؤولية كتير طبعاً. كبيرة مسؤولية المؤلف لحتى يحمي هذا المؤلف تبعه من الانتحال، التزوير مثل ما حكينا، أو حتى إصداره بدون موافقته. هلأ بالدرجة الأولى اللي لازم يتطبق بالنسبة للمؤلف أنه يكون هذا المؤلف أو اللي بيسموه بالمعنى القانوني المصنف، ممكن يفرع عنه مصنف السمعي، البصري، الأدبي، الفني، أيا كان، يكون من ابتكاره، ما يكون منقول عن شخص آخر. وهذا الموضوع بيتعلق بالمديرية لحماية الحقوق الفكرية والملكية الفكرية اللي هو بيثبت أول شيء أنه هو اللي ابتكر هالمؤلف هذا من إبداعه الخاص، لا يطبق عليه قانون حماية المؤلف، ما يكون منقول أو يكون مأخوذ من مشتق آخر لهالسبب هذا حماه. لكن بالدرجة الأولى لازم يثبت المؤلف أنه هو من ابتكر وأبدع الموضوع الحماية. يعني يمكن حكينا ببداية حديثنا عن منظمة حماية الفكرية الويبو، وطبعا انضمام سوريا لهي الاتفاقية وهي المنظمة، خلينا نحكي أكثر عن الويبو. هلأ الويبو بداية هي اختصار لأربع كلمات إنجليزية اللي هي World Intellectual Property Organization اللي هي المنظمة العالمية للملكية الفكرية. المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو هي لم تكن الحجر الأساس بالبداية، يعني احنا في عندنا كان عدة اتفاقيات دولية، بدأت باتفاقية بيرن نسبة إلى مدينة بيرن في سويسرا من عام 1886، وعاد طرأ عليها عدة تعديلات، كان آخر نسخة منها عام 1979 بمعاهدة باريس. بالنسبة لمعاهدة الويبو، الويبو هي منظمة لكن طرأ شيء خاص، أو معاهدة الويبو اللي هي لبعض الأطراف أو ل 193 دولة متعاقدة أطراف في المعاهدة. عام 1996 ظهرت معاهدة الويبو فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ودخلت النفاذ بعام 2002 اللي هي قننت بشكل عالمي ودولي حقوق التأليف والحقوق الملكية الفكرية لمختلف وأنواع كبيرة من المصنفات الممكن أن يطرأ عليها ابتكار أو إبداع خاص بشخص ما. نعم، بالنسبة كمان للمجالات الفكرية خلينا نعرف من حضرتك شو هي المجالات الفكرية يلي بيحميها هذا القانون. القانون أي قانون كان في العالم ما في يشمل كل تفصيل وكل زاوية بمناحي المجتمع، لكن هو صنف على درجة كبيرة مختلف المجالات اللي هي سمعية، ممكن تكون بصرية، ممكن تكون أغنية، ممثلو الأداء، الراقصين، المنحوتات، المخططات المعمارية، المخطط، كل شيء يدخل في إطار الإبداع أو الابتكار حاول القانون
يطبق عليه، وما سكت عنه ممكن يكون في مجال يعني شخص اخر ابتدع شيء ما هو موجود بالقانون يطبق عليه ويعامل معاملته. وهون بنلاحظ انه معاهده لويبو هي اضافت شيء جديد باعتباره يعني بدات بعام 1996 وطبقت بعام 2002 موضوع البرامج الحاسوبيه اللي هي ما كانت فيما قبل، موضوع الانترنت، موضوع الاجهزه الحاسوبيه، الاجهزه الرقميه، هي طبقت على البرامج الحاسوبيه وعلى قواعد البيانات. لحتى يعني القانون هو بيجي نتيجه حاجه المجتمع لهالشيء هذا، وكل ما عم يطرا شيء تعديل ضمن المجتمع وضمن الحياه المعاصره خاصه بالقرن العشرين يعني في عندنا ثوره التكنولوجيا، عم بيحاولوا اي شيء جديد يضموه لحقوق المؤلف او حقوق الملكيه الفكريه. نعم استاذ احمد، يعني دائما السؤال بيخطر ببال كل شخص اليوم عنده اي منتج فكري، نعم. هو كيف رح يحمي القانون هذا المنتج من السرقه، او خليني اقول احيانا من انتشال الفكره كلها بحد ذاتها؟ هلا بالنسبه لاي اعمل ابداعي او ابتكاري هو محمي منذ نشاته بموجب القانون، ونحن من المسمى تبع قانون حمايه الملكيه الفكريه، مجرد اسباق صفه الملكيه على هالشيء المبتكر ايا كان ما عم نحدد نحن المصنف ونوعه، مجرد اسباق نوع من الملكيه فهو صار مصان دستوريا، لانه احنا عندنا بالدستور حق الملكيه مصان بخوله ثلاث حقوق، حق استعمال استغلال وتصرف. لكن بهالمنحه هذا الشخص مجرد ابتكر او ابدع بهالفكره هي نشات وظهرت الى حيز تنفيذ بمعنى مادي خلينا نسميها صار مصان. لكن القانون السوري اوجب بعض الاجراءات لزياده حمايته، مثل ما شخص بيشتري عندنا بيت، انا خلص اشتريته بموجب في عالم في اشخاص، لكن لما بصير في اي خلاف قانوني صار في عندنا محاكمه وصار في اجراءات لا نثبت هالشيء هذا. باي شخص ابتكر شيء، ابدع شيء، مؤلف لنقول كتاب، اوجب بعض الاجراءات لتحميه اكثر، يعني مثلا تسجيله بمديرية حماية الملكية الفكرية عن طريق إيداع صور عن الموضوع هذا على سيديات مدمجة، عن تقديم طريق تقديم طلب ليصير انه هو له الحق الاول فيه ومسجل باسمه بالدرجة الاولى. خلينا نتعرف استاذ من حضرتك على القانون كيف بيتعامل مع سارق اي منتج فكري، شو هي العقوبات اللي ممكن يتعرض لها؟ هلا القانون يعني حدد وشدد في بعض الامور بالنسبة لانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وعندنا فرض العديد من الغرامات من العقوبات اللي تصل الى الحبس سنتين، وفي حال كان الشخص السارق او المنتهك او المجرم قانونا قام بعمليه تكرار ضعفها لمده 4 سنوات، يعني ممكن توصل العقوبه لمده 4 سنوات اضافه الى غرامه قد تصل الى 1,000,000 ليرة متدرجه طبعا، اضافه الى التعويض عن ضرر، الى المصادره الاشياء الجرميه، مثلا في شخص طبع كتاب نشره بالمكاتب باسمه، هون يعتبر انتهك حقوق الملكيه الفكريه، فهون يحكم بالمصادره ويمكن ان يحكم بها اذا صاحب المؤلف عند اثباته ذلك. طيب يعني اسئله كثير، يمكن خلينا نبدا كمان من النقطه الاولى، انه انا كيف بقدر بالبدايه سجل انه هذا الشيء من انا بمتلكه، والا ما راح اقدر اثبت بعدين حقي بهذا الموضوع حسب القانون؟ صحيح. هلا الاثبات الحق هون موضوع تختص فيه المحكمه المختصه بالنظر القضيه. هذا موضوع اثبات، حتى فلنقول يعني على سبيل المثال انه انت ما سجلت، انت الفت كتاب لكن ما سجلته، هون من في نشر اسباق في دار نشر ممكن يعني وسائل اثبات معدل القانون. لكن الامور اللي حدد القانون بهالموضوع هذا تستلزم تقديم طلب شخصي لوزاره الثقافه بديوان وزاره الثقافه بمديريه حمايه الملكيه الفكريه، مرفق هذا الطلب بصوره على الهويه الشخصيه او جواز سفر اذا كان من غير مواطن الجمهوريه العربيه السوريه، سند اقامه في حال وجوده لمواطن الجمهوريه العربيه السوريه، اضافه الى المؤلف المزمع حمايته اللي هو بتقدم على 3 نسخ على اقراص مدمجه، وتصريح خطي اللي هو هون الفحوى الاساسيه، وتعهد بانه انا صاحب المنتج او خلينا نسميه صاحب مؤلف مو منتج معنا سلعه، انا صاحب المنتج، صاحب الفعل المبتكر، الشيء المبتكر سواء كان لوحه، بدي اتعهد على مسؤوليتي الشخصيه انه هذا من ابتكاري انا وغير مقتبس من احد اخر، واجراءات بتصير تعميمه وبضطر بعدها الى حمايته فكريا. نعم. استاذ احمد هيك بكلمه سريعه، قد ايه بتشوف القانون لما بيحمي المنتج الفكري وبيضمن حق المؤلف هو يمكن بيرفع من شان المؤلف بنفس الوقت وبيحمي ويمكن بيوقف كثير ناس سارقين عند حدهم، قد ايه شفت هذا القانون هو حد فعلا من هذا النوع من الجرائم؟ طبعا له دور كبير، وانا بالدرجه الاولى المنتهكين القانون او الخارجين على القانون مثل ما بنسميهم نحن بالمنحى المصطلح القانوني كثار، وانا بمختلف المجالات سواء كان ملكيه فكريه او ملكيه غير فكريه مادية. لكن انا بعتبر الشيء الاساسي اللي دفع عنه القانون هو التحريض على زياده الاعمال الابداعيه والابتكارات بمختلف مجالات الحياه. ساعة انا بعرف الدوله حتى بهال
شخص هذا بهالشأن هذا حاميتني فكريا، حامي الفكرة تبعي وإبداعي وصاينته، وأنزلت عقوبات في حال شخص قرر ينتهكه، فأنا رح يكون عندي يعني قدر كبير من المسؤولية بالدرجة الأولى، ومن الحب والتحريض لأني ابتكر شيء جديد واحفظه ويكون باسمي مثلا مدة طويلة. أكيد يعني معلومات مهمة جدا اليوم يمكن عطيتنا إياها وأطلعتنا فيها عن القانون. نتمنى لكل اللي عندهم إنتاج فكري أو أي نوع من أنواع خلينا نقول الابتكار أو الإبداع يكونوا على علم بهي المعلومات لحتى يقدروا يحموا طبعا إبداعهم وإنتاجهم الفكري. شكرا لك. أهلا وسهلا. أكيد بدنا نقول لك شكرا لك كمان أستاذ. ويمكن سلمى لما نحن بنشوف أعظم المؤلفات والمنتجات الأدبية والفكرية والعلمية هي قديش فعلا هي بحاجة لحماية من الانتهاك، مثل ما تفضل الأستاذ أحمد وحكى، من السرقة، من إعادة نشر يمكن بطريقة تانية حتى تنسب للشخص الآخر. أكيد فرحي فكرة كتير مهمة، وحكى يمكن كمان عنها الأستاذ أحمد، لأنه نحن بهذا الوقت يعتبر الإبداع أو الإنتاج الفكري صفة كتير مهمة، وأكيد كل شخص بيكون تعبان وفي مجهود كبير ليوصل لأي شيء هو عمله مهما كان صغير. نعم يعني أستاذ أحمد بدنا نقول لك شكرا. قبل ما نختم معك بس رسالة بتحب توجهها يمكن لكل شخص صاحب إنتاج فكري معين إذا تباطأ بأنه إثبات أنه هذا المنتج له، شو بتحب توجه له كلمة؟ بالدرجة الأولى بالنهاية هذا جهد وتعب قد يكون ليالي وسنوات. نعرف أحيانا في مؤلفات كتب استغرق مؤلفة أو كاتبة عدة سنوات لإظهار هذا الشيء الإبداعي لحيز الوجود. عدم التهاون يعني قد يكون أحيانا إجراء روتيني لمدة يوم أو يومين أو عمل ساعة أو ساعتين، عدم التهاون بتسجيله باسمه لحمايته وحماية حتى ورثته من بعده لهالمنتج هذا، وبقائه باسمه ومثل ما بسموه بالمصطلح الفكري هو يكون الصاحب الحق الأبوي على هالعمل الإبداعي والمبتكر. نعم بدنا نشكرك. شكرا كثير لك استاذ احمد على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، واكيد بنستضيفك بحلقات جايه واسئله جديده. شكرا لك. الله يعطيك العافيه. شكرا لك استاذ احمد.